كيكه الاسفنجيه الجاهزه او الاسبونج الفانيليا اللي موجود في السوق وجاهز، بيبقى عليه سكر، بيبقى عليه محسن، بيبقى عليه الفانيليا، وبيبقى عليه كل حاجه ما عدا البيض. فبناخد عندنا غالبا يعني ونسبه 90% الشركات اللي بتنزله النص كيلو على 6 عدد بيض. حتى هتلاقي موجود على الباكنج من بره، هتلاقي مكتوب طريقه التحضير 6 عدد بيض ونص كوبايه من الميه. ايه يا حبيبي؟ ماشي. نحط عندنا اول حاجه ال6 عدد بيض. تمام. اول ما باجي اشتغل طبعا في الكيكه الاسفنجيه على طول ببدا اللي انا اشغل على طول الفرن عندي، يبقى درجه حراره 180. جميل. هنا بقوم واخد عندي نص كيلو من الكيكه الاسفنجيه ونبدا نحطها مره واحده كده. تمام. طيب نيجي نشتغل عندنا بمضرب السلك الكهربائي، وحطينا بودر ولا حاجه، بنقلبه الاول من غير ما اشغل عشان الحاجه ما تطلعش برايه او بره البوله. اقلب الاول من غير ما اشغل المضرب. لو انا حطيت اي حاجه بودر، حاطط دقيق، حاطط اي حاجه او سكر بودر مثلا، بص بتقلبي الاول كده، فبالتالي لو انا اجي اشغل كده مش هتلاقي اي حاجه طالعه بره خالص اهو. طيب عمره ما هيعلى معاكي غير بالميه، ميه عاديه جدا من الفلتر، بتجيبيها نص كوبايه ميه وتبداي تحطيها على الكيكه ديت وعلى اعلى سرعه عندنا للمضرب. واحنا بنضرب هنا يا جمل، بكون جايب عندي، بعمل عندي يعني على عندي على الرز بلبن اللي انا هشتغل بيه للاشطوطه بتاعتنا. هنا بقوم حط عندي 1 لتر من اللبن، لبن يكون كامل الدسم، واحط عليه كوبايه الا حاجه بسيطه كده من الرز اهو، حاطينهم معاه بعض. وبعد كده بقوم واخد الكلام ده اهوت كله اقلبه كده تقليبه وعلى نار هاديه، فاهمة ازاي؟ من غير اضافه نشا. هو اصلا الرز المصري فيه نشويات، فليه احتاج نشا؟ طالما ظابط الكميه بتاعت الرز بالظبط، وده الاحلى. وعايزه تاخدي طعم احلى كمان انك تنقعي الرز في اللبن لمده مثلا نص ساعه قبل ما تحطيه على النار، تاخدي نتيجه افضل. حط عندي الحاجه هنا واشغل على درجة حرارة متوسطة لحد ما يبدأ يقلب معايا، وكل شوية أبدأ إن أنا أقلبه كده هوت عشان يظبط معايا الدنيا، عشان مفيش حاجة تفضل من تحت راقدة في الحلة. ونقلب لحد كده نبدأ نحط معلقة كريم شانتيه صغيرة وسكر وفانيليا. هنا الكيكة بتاعتنا الإسفنجية هي زي ما حضراتكم شايفين، ادي لها شويه ميه صغيرين كمان. زي ما قلت لك هي فيها المثبت وفيها المحسن، فيها كل حاجه. صواني الكيتشن اوفر اللي قدام حضرتك ديت انا جايب ال3 مقاسات هشتغل فيهم، تقدري تشتغلي فيهم قدام حضرتك اهي. ده المقاس الكبير، المقاس الوسط، والمقاس الصغير، وحطيت في كل واحده ورقه زبده بالظبط على قدها. تمام كده. وهو النص كيلو على فكره هيجيب ال3 مقاسات بالظبط. الناس اللي بتخاف تخش الحلويات، الموضوع الحلويات سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه. انا بمشي معاكي بخطوات، انك لو بنت لسه داخله المطبخ والموضوع صعب معاكي صدقيني هتلاقي الموضوع سهل جدا، يعني مفيش اي حاجه لحد دلوقتي. او ممكن نحط في صاج، لو عايزه تسوي في صاج سوي في صاج عادي جدا مفيش مشكله. يبقى هو الموضوع كله في ايه؟ في كيس الاسبونش الجاهز بتجيبيه وتريحي نفسك. ابدا اللي انا اخد اهوت الكميه ديت. انت ما تستعجليش على خفكو، افضلي اضربي فيه لحد 5 دقائق كده على السرعه الاخيره لحد ما تبدا اللي هي تظبط. لو عندك على الجنب مضرب سلك شغال، ابدا افرده كده بالمعلقه السيليكون اللي معايا ديت.
واخد برضو التاني هيت ونفرد. لو عايزه تحطي بقى نقطه ميه كده ولا حاجه او زبده مثلا تكون سايحه، حاجات بسيطه جدا كده من تحت الورق الزبده عشان ما يتحركش معاكي، براحتك اعملي كده يعني. نقطة يعني كم رشة مية كده بالايدك كده على ورقة الزبدة، فبالتالي بيمسك معاكي بيبقى زي الفل. خدنا التانية لزقت، طب الحمد لله. حطها كده ماشي ماشي اهو. بعد كده نقوم واخدين عندنا الكلام ده، هو درجة حرارة الفرن بتبقى 190. لا مش تاخد وقت معايا بالظبط 12 دقيقة 13 دقيقة، خصوصا أصلا الاسبونج بتاعي مش عالي. أدي أول واحدة، الاتنين دول أعتقد هيبقوا جنب بعض زي الفل. نقفل ونبدأ اللي احنا إيه نظبط الأداء. طيب هنا عندي بقى العلب الخاصة بالأشروطة قدام حضرتك أهيت، بنبدأ نفردها. وفي مقاس اصغر من كده يكون افضل، دي هتاخد كميه كبيره بالغطيان بتاعتها. ممكن تعمل 8 اهو، 8 اهو، حلوين قوي. هي كيكه حلوه، خلينا نكون واضحين يعني، جميله جميله جميله. فانا جايب لك اسهل طريقه ليها النهارده يعني. ماشي، هنا الرز بلبن بعد ما بدأ اللي هو يقلب معايا، وكلنا طبعا عارفين بنحط عندي معلقة كريم شانتيه عليه والسكر ونظبط فيه كل حاجة. ناخد العلب ديت ونبدأ نحط عليها هي الرز بلبن كده، بسم الله، ونوزع الرز عليها. زي ما حضراتكم شايفين امسح بس الحروف هنا، وده هوريك الاساس، وانت في الحاجه الاخيره ديت الموضوع منتهى السهوله. ممكن ايه من غير كبشه كده الموضوع يكون اسهل يعني، بس كده يعني اهو. نشوف هتاخد قد ايه رز بلبن، هي العلب ما شاء الله كبيره فهتاخد تاخد كميه يعني. لا ما تعليش الرز قوي، خلي الرز كده يبقى شويه صغيرين عشان نستمتع بيه. ايه يا حبيبي؟ وفي طبعا من غير رز، ما انا هعمل دي من غير رز اهي. اه يعني في هتبقى ساده ان شاء الله برضو هنعملها، ممكن نعمل اتنين ساده، احنا عاملين صاجين اتنين، انا هنعمل ساده وهنعمل بالرز بلبن. بس هي بصراحه ايه انا اكلتها بالرز هي اللي جميله. طيب عملناها كده، وزعنا عندنا الرز، بسيبه عندي يبدا يبرد معايا وبعد كده بنبدا نكمل. طيب عندنا بقى اللبن اللي انا هسقي بيه الكيكه الاسفنجيه ديت، بعد ما تطلع لازم تبرد، خليها تبرد معاكي. بكون جايب على النار هنا، ممكن نجيب دي هنا يا استاذنا، هنا الاثنين حبيبي يا محمد. هنا بقى بقوم واخد عندي لبن، ده اللبن اللي انا هسقي بيه، تمام، نص لتر، تمام جدا. واقوم واخد سباتشولا بس كده عشان نحط عليها الحليب المكثف او المحلى او لبن مبخر اللي هو السايب ده او ده. تمام جدا، ونقلب لحد ما الايه الاثنين يدخلوا مع بعضهم ويبقوا زي الفل. من لا ما فيش سكر، عشان يا جماعه هي دي التركه الحلوه اللي هي لازم تبقى خفيفه، ما تبقاش تقيله، لان لسه في كمان كريمه هتتحط من فوق. دي الكريمه اهيت اللي هتبقى جاهزه على الاسبونج بعد ما نسقيها. كريمه نباتي سايله اللي انا بستخدمها دي. بصي الفرق بين القوام الكريم شانتيه يا جماعه والكريم النباتي السايل، هو الكريم شانتيه هو كريم نباتي بس باودر بس بيعمل عرق، لكن الكريم النباتي السايل ما بيبقاش فيه عرق. يعني ايه؟ بص الكريمه، فاهمه ازاي؟ ده الفرق. دي مش كريم شانتيه يا جماعه، بس عشان ابقى صادق. بس هي ينفع تعمل بكريم شانتيه؟ اه طبعا ينفع. لو عايز تعمليها تجيبي الكوبايه عليها كوبايتين ونص لبن فيه ثلج او ميه فيها ثلج وتضربيها، بس عمرها الكريم شانتيه ما بتدي القوام بتاع الكريم النبات السايل اللي هي دي. شايف عامله ازاي؟ اهي تحس انها عامله زي الايس كريم كده. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه اهو، ده الكلام اللي بنتكلم فيه. جميل،
بنبدا نعمل ايه بقى؟ هنسيب عندي الاسبونش اهوت، ما شاء الله بدا يطلع في الفرن. اللبن اللي انا عملته مع الحليب المكثف بدا اللي هو يطفى على النار، هاخده ونبدا نسقي بيه. الشوطه ايه؟ عالميه. تعال بقى نبص على الكيكه الاسفنجيه اللي احنا عملناها على جمال اهي. اهي اللي احنا عاملينها في صواني الكاتش نوفا الجميله اهي، زي ما حضرتك كده شايف اول واحده طلعت اهي ما شاء الله زي العسل زي العسل. طالما بصي عملت الوش المكرمش ده كده من فوق، بتعرفي اللي هي استوت تماما. انا من غير ما اعمل لها اختبار هي خلاص خلاص بقت 13 دقيقه. لو جبنا حتى اي حاجه كده وعملنا مثلا ليها اختبار مثلا بسكينه صغيره زي ديت، بص يا ريس ليه لما بنيجي نعمل اختبار بنيجي نعمل في النص، لان الجزء اللي في النص ده اكتر جزء ما بيوصلوش حراره. المعدن بيوصل حراره بالحروف، فبالتالي لما اجي اعمل اختبار ما بعملش من الحروف، ما الحروف هتبقى مستويه. لازم دي هي دي بتعرفي اذا كانت استوت ولا لا. طالعه نظيفه شمعه منوره. تعالوا نطلع عندنا الاثنين الباقيين لان هم اعتقد نفس داخلين في نفس الوقت ما شاء الله. ادي الثانيه اهيت. وادي الثالثه. وما خدتش وقت في الفرن، على طول كده تخلص على طول. تعمل ايه بقى؟ تقومي واخده دي منظفاها، جايبه سكينه كده منظفه الحروف، وتقومي قلباها وشايله ورق الزبده، تبقى عندك بالشكل ده. نجيب عندنا اللبن ونبدا نسقيها بعد ما نقلبها على الوش الثاني اهو. نسقي بقى يا باشا ونروق المسائل، فانا اديتك اسهل طريقه لها. طبعا في مقادير لها تانية بقى، صفار بيض ومارينج وحوارات وسبايون ومش عارف ايه، قصه كبيره قوي ملهاش لازمه. هي إيه الاسبونش يا باشا معاك والله ده، وهيشتغل معاك ويعمل لك احلى كلام. وتقدري لو مفيش لبن مكثف تقدري اسهلها لك لبن وسكر، بس عادي تسقيها بلبن وسكر بس. طبعا هو الحليب المكثف طبعا بيديها في حته تانية خالص الطعم يعني. نعمل كده ايه اختبار ونشوف محتاجاها تاني، نديها كمان شويه. ماشي كده اهو. فل كده تمام، احنا سقينا وروقنا المسائل. طيب بنبدا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقوم واخد الباشا ده كده، ونقوم واخدين عندنا كريمه اهي، طبعا اسبونش بارد تاكدي طبعا. نقوم حاطين عندنا الكريمه قدام حضرتك اهي، ونبدا نمشي بالكريمه كده اهوت على حروف الصاج. ماشي اهو كريم شانتيه تنفع، بس انا بقول لك بقى ايه انا بشتغل بايه، لكن لو هتشتغلي بكريم شانتيه عادي جدا مفيش اي مشكله. سوري تمام. نشيل عندنا الحروف ديت كده، ننضف كده اهو. سهلة. طيب نجيب عندنا بقى ترانش كده ونبدأ نجزعها كده من فوق. كده فبتبقى عندك عندنا بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. سهل جدا اهي. ناخدها بقى نروح فين؟ نحطها في التلاجة. عايز يعمل مشروع يا باشا يعملها اهي، حاجة فل الفل اهي، واخدة الكريمة والاسبونش ماسي وكله تمام. نقوم راكنينا كده اهو، ونقوم رايحين واخدين التانية ونشتغل. ناخد الكريمة ديت ونوزعها
زي ما حضراتكم شايفين على الاسبونش اللي احنا سقيناه وظبطناه وروقناه. الاسبونش لازم يبقى بارد، لو مش بارد الكريمه ديت مجرد ما بحطها عليها بتبدا اللي هي تسيح معاك. طبيعي لازم الحاجه تبقى واخده البروده التمام عشان ما حدش يعمل حاجه وتبوظ منه. بالله عليكم الاسبونش يبقى بارد جدا، تبدا تحط عليه اللبن اللي انت مدفياه على النار، بعد كده تبردي الاسبونش نفسه بعد ما تسقيه وتحط الكريم عليه من فوق. هو طيب عندنا حل تاني. هو ده بص عشان ايه الكريمه يا عم جمل، بص هي مش جايه من فوق، كانت عايزه شويه كريمه كمان، ففي حل تاني والله اهو. هو كل حاجه لها حل اهو. المطبخ تشغيل دماغ، اللي يشتغل في المطبخ يبقى لازم يشغل دماغه في حاجات وما نعطلش على حاجه. وزعناها كده وبقت تمام جدا الحمد لله زي الفل زي الفل. نقوم واخدين دي كده الباشا ديت، الكاتل فين شغال الحمد لله. حط الميه السخنه هنا، مقطع زي ده احنا كده ايه جاهزين، بننظف مكاننا كان يبقى رايق كده في الحلويات بالذات احنا شغالين فيها، مكان دايما يبقى رايق معايا. ولو انت بص حطيت على الرز اللبن يا عم جمل حلو جدا اهو، يبدا يقلب معايا وبعد كده ايه انا مهدي النار عليه على نار متوسطه. طيب تعالوا بقى ناخد عندنا نشوف هنعمل ايه. هجيب عندي ديت يعني احنا ممكن انا هجرب اول واحده يعني كده مثلا حلو قوي. ننزل يعني تبقى عريضه شويه ماشي، ونظبط لها الحروف بتاعتها كده برضو. صلى على رسول الله. بص يا باشا المنظر عامل ازاي، بص الكيكه مسقيه ازاي وحاجه زي الفل. نقوم واخدينها يا ريس نقوم حاطينها فين على الرز ماشي. بص يا ريس بص من هنا عامله ازاي اهي، اظن مفيش اسهل من كده اهي. تاخدي تنضفي كده، عايزين ناخد نفس المقاس اهو كده كبير. هم واخدين دي كده اهيت ورايحين فين اهو. طيب دي اول حاجه الايه ما تفرمونا ده يا شباب عشان انا ما عنديش وقت. البسكوت الشوكولاته والبسكوت اللوتس ده تفرموه بفرمه ناعمه كده وايه وجيبوه لي يلا يا صاحبي بسرعه ناعم انعم حاجه. يلا بينا تعالوا نعمل عندنا بالفواكه. الفواكه هتعمل ازاي كده؟ خلاص بقى انا فهمت المقاسات بقى اهي، والزياده دي خلي بالك هنلحمها مع بعض ونحطها مع بعض عادي يعني. مع السلامه. ايه رايكم؟ جميله قوي وسهله قوي وما فيهاش اي حاجه. قلت لك الاسبونش بيتعمل بيتسقي حط عليه الكريمه يبرد بالهنا والشفا. تعال ناخد عندنا ايه شويه فواكه كده نقطعهم ونبدا نحطهم ايه على الاثنين اللي احنا عملناهم. كل بقى التشكيلات بقى اللي انت عايزاها، اللي عنده شويه مانجا يطلعهم من الفريزر يشتغل بيهم براحته خالص. ايه؟ على فكره بس خفيفه والله. يعني ما تتخيليش اللي هي حاجه تقيله قوي. يعني كان زمان كان في القنبله، لا القنبله دي يا جماعه احنا كنا بنموت يعني، لكن دي خفيفه. عشان كده انا ما قلت لك حطيت حليب مكثف بسيط جدا
واللبن ولسقيت الكيكه والرز بلبن كمان حاطط فيه سكر قليل. ان النجاح الحاجه في الحلو طبعا، ما هي طبعا فيها يعني كميه كالوريز غير طبيعيه. انا بتكلم على انك تعملي الحاجه خفيفه ما تقفلكيش، ناخد واحده كده وممكن نجري على التريد ميل نص ساعه الموضوع يخلص. طبعا انا بقول اي كلام، ولكن انا بقول لك المهم في الحلويات معادله السكر مهمه جدا. يعني رز بلبن حاطط فيه بدل ما احط كوبايه الا ربع حاطط فيه ربع كوبايه سكر قليل. اللبن المكثف اللي انا حطيته بدل ما احط كوبايه حاطط نص كوبايه على النص لتر، فبالتالي لما اجي اسقي الكيكه بتاعتي هتلاقي في الاخر السكر كله مظبوط في الثلاث حاجات اللي احنا عاملينهم. عندنا الخوخ اهو، طبعا هي كيكه ناعمه، ايه ناعمه نعوميه مش طبيعيه يعني. هنعمل دلوقتي ساده وهنظبطها دلوقتي. خوخ ماشي يا عم جمل. نقوم واخدين عندنا الايه الموز العنب، بعد كده عندنا الموز، كده ماشي كده تمام. لخبطيته كده بقى بالمعلقه فواكه مع بعضها. وبعد كده بنبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد انا باخد ديت اهي، ليه حوار دي جامده جدا دي بقى، ده كلام كبير قوي. ماشي كده ديت صوص شوكولاته او صوص كراميل، ما في واحده برضو بتعمل بالكراميل كده جميله كده. الله الله الله، بقول لك ايه، خليك معايا في نفس اللقطه دي كده بقى، نفس كده زي ما انت كده. بص هقول لك انا على حاجه بقى، بص ايه قوم نازل كده 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 كده، بص الخفيه بتاعتها عامله ازاي، تنزل بالمعلقه هي دي حلاوتها، انت بتنزل بالمعلقه كل حاجه بتدوب. لا حوار، لا 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 اشطوطه اشطوطه برضه جميله اقسم بالله. يلا ايه تاني؟ في بسكوت اهو، ممكن نقسم دي كده. كده يا عمونا اهي، ونديها بسكوت لوتس من فوق. سقع وبيع يا باشا، سقع وبيع. ماشي ايه تاني؟ ممكن ناخد دي كده. بص بقى الحروف ديت، بص انا بقوم جايبها ازاي، الحروف اللي كانت هنا واقوم واخدها على الباشا ديت، واقوم واخد دي كده رايحينهم في بعض ماشي يا عمو جمل، ونقوم شايلين دي كده ورايحين هنا سعاده الباشا. اديها ايه بقى؟ اديها بسكوت من فوق الموضوع كبير. خلاص بقى يعني انت بقى ايه، اعملي ساده، نعمل ساده زي ما احنا عايزين. وريت لك الفكره اللي هي والله بتتعمل في منتهى السهوله، يعني كيكه اسفنجيه بتتعمل وبعد كده بتتسقي لبن وتحطها تحت الرز بلبن، بس بنفس التكنيك ونفس الشغل اللي احنا عملناه. حاولي بس في حاجه، وانك بتعملي في الكيكه تعليها، تعلي السجاد شويه يعني دي، عشان بس ابقى ايه خلاص ضامنه في كل حاجه دي، يعني دي علي الكيكه شويه ما تخليهاش تكون قاطيه، يعني انا عايزها تبقى لحد هنا مثلا، ده هتديكي نتيجه افضل وافضل، عشان لما نيجي نسقي هي بتهبط سيكه حاجه بسيطه فتبقى طالعه مظبوطه جدا. ده في البيت وتشتغلي وتبيعي عادي جدا وتعملي مشروع، ليه لا؟ يعني حاجه زي كده تكلفتها سهله، بس تقسمي الصاج بقى، يعني انتوا تقطعي من الصاج، الصاج اللي كان معايا ده 30 في 40 سم، 30 سم في 40 سم، فانت قسمي 10 في 10، 10 في 15،
تبقى معاك المسطره او حاجه بتقيس عليها، زي مثلا ورق كرتون زي ده. كنا لما كنا بنقطع الجاتوه بلكه بتبقى جامله جايه كامله، كنا بناخد عندنا سايز كده كنا بنظبطه بالمسطره بالظبط عشان كله يبقى مقاس واحد. انا شغال برنامج فبوريك الشكل اشكال، لكن انت لو تشتغلي فيها بيت مشروع لازم الصاج كله يطلع ما فيهوش اي هدر. وانا وريتك ازاي لو في حاجه بتهدر منك تقدري ان انت تستغليها في حاجه تانية تلحموه مع بعض زي اللي انا عملتها دي، او تقدري تعمليها دبل الاثنين فوق بعض. يعني ديت انا والجمال عملنا ايه، حطينا واحده وودينا من جوه فواكه وبعد كده غطيناها وديناها بسكوت، ودي فاهمه ازاي؟ فدي القنبله دي لوحدها دي. عملنا الساده وعملنا بالرز باللبن، في بالمانجا بقى، في بالفراوله، خلاص اديتك الاساس وانت حضرتك بقى التشكيلات ديت براحتك. بنقفل العلبه كده اهيت وبالهنا والشفا اهي، ده اللي احنا بنعمله اهو كده. تقومي عاملاها كده وتبيعي، سهله جدا. تقدري تعملك التكلفه بتاعتها، تظبطي التكلفه بتاعتها، وقلت لك من غير لا مرنج ولا اي حاجه خالص. كيكه اسفنجيه بتتسقي، تاخد الكريمه، صباح الفل، الرز اللبن من تحت، والكلام كده خلص من غير اي اضافه ولا نشا ولا اي حاجه. ده تقلبي فيه كده هو كل شويه على نار هاديه لحد ما يبدا اللي هو يربط معاكي.